انا ضد الدراري بزاف، راه كتلقى مثلا بارك في دارهم 5 سنين 6 سنين، واش يقول لك مالك تراكش باغي نبدا في 2013، ولكن قالوا لي القضيه مزيره وما بدا صح، سواء ريسكي سواء ايكوم سواء اربيتراج سواء اي مجال، في ليغال في ايليغال في الواقع في الريال ولا في اي واقع، اي حاجه بدا مهم هو تبدا قضيه اخرى. حاولوا تهربوا من صحاب الدورات المدفوعه اللي بغيت نهضر معاكم عليها. اذا القضيه ديال ان العام راه يدوز يدوز ولا العامين ولا 3 سنين كدوز كدوز، يعني غير فداك العامين ولا 3 سنين خصك دير فيها شي حاجه. كيف تعرف كل شيء من 2014 حتى ل 2000 تقريبا 17، كنت كندير ريسكين سبام اللي كنت كنبارطاجي مع كل شيء، واللي زعما كيف كيف عارف كل شيء، راه اي حاجه كنخدمها راه كنبارطاجي داكشي اللي كندير انا كنبارطاجي. يعني في هاد 3 سنين 4 سنين كنت كندير ريسكين كنت كندير سبام كنت كنبارطاجي معاكم. تقريبا في الاخر 2017 حبست السبا حبست الريسكين، قلت نتعلم شي حاجه جديده ندير شي حاجه جديده. شنو هي هاد الحاجه؟ يعني نبدل المجال مادام بان لي الريسكين ما بقاش شي مجال اللي غيبقى مطول بزاف، ماشي شي مجال اللي هو ستابل، ماشي شي مجال اللي غنقدر نكمل فيه حياتي كلها، ماشي شي حاجه اللي غنقدر مثلا هنا ل 10 سنين نبقى باقي خدام فيها، اجي نحبس ونبدا في شي حاجه اخرى. الحاجه اللي غيفكر فيها اغلب يقول لي ياسر دير الايكوم، لا استحب كاملين كيديروا الايكوم ما غاد تحت حاجه ما تخصكش شي حاجه طن طن طن، يعني هذاك الوقت يعني هذاك الوقت اللي غديروا مثلا انت في عام يقدر مثلا يعطيك مثلا 3 شهور ولا 4 شهور، لا نبقى في داكشي اللي كيعجبني الشيء اللي كنبغي لي جو فيديو، ولكن لي جو فيديو فروم سكراش لي جو فيديو اوريجينال فرق كبير بينه وبين ريسكي شي حاجه اللي جديده. يعني تقريبا سنه 2018 كانت كامله ديال القرايه كامله كنتعلم فيها، كان عندي فيها مدخول اللهم لك الحمد صافا بخير حتى شي حاجه يعني بخير، ولكن كان 90% فيها خصصته للقرايه. اشنو هما دي فيديو اشنو شي خصني فيهم شنو هما لي فورماسيون بزاف بزاف، يعني داز عام كامل وانا كنتعلم فيه، خديتو عام كامل انني ما نقيش ريسكين ما نقيش با ما نقيش شي حاجه، نبقى في لي جو فيديو. دري بزاف صحابي تقول لي شوف ما فيها والو انت ريسكين طلعت لعيبه سبام خفيف عندك مثلا نص نهار تلوح ابليكاسيون تدخل لك، لا صح 2018 ما عندي ما ندير، 2017 كامله 2018 كامله ما عندي ما ندير في شي حاجه سميتها سبام، غنتعلم لي جو فيديو. يعني عام كامل غمضت عيني حليت شرقي عام داز باقي ياسر هو ياسر طرد اللايف ديالي في 2016 ولا 2017 غتلقى ياسر اللي كاين دابا هو داك العام. انت حاجه ما تبدلاش بخير صافا، ولكن عام عرفتي عام شحال خديت في هذه المعلومات، عام شحال تعلمت فيها، عام شحال ديال الحوايج زعما تزدادوني زعما دماغي بزاف بزاف. وفي تقريبا في هذا الشهر الاول الشهر الاول 2019 بدات كتبان النتيجه، مع ان النتيجه بدات كتبان في الاخر ديال 2018، كان 2019 بدات كتبان النتيجه ديالو بصح، بدا يبان داك المجهود اللي دوز في العام كامل بدا يبان 2019، يعني النتيجه ديال العام كامل بدات كتبان، يعني ما ضيعتش عام. هاد القضيه هي اللي كنا كنهضروا عليها شحال هادي ديال شوف الصح بغيت تبدا شي حاجه بدا اي دومين ما تبدا فيه غير بدا، راه العام ولا عامين تدوز تدوز دغيا دغيا غمض عينك حلها راه راه دابا غتغمض عينك وتفكر ان انت اخر مره زعما رديتي تلقى واش 50 60 داز دغيا، كتلقى مثلا مع شي الدري صاحبه كتقول فين بخير شحال ما تشوفنا كتقول واو ربع سنين ماشي اش درتي فيها هالسات ربع سنين، هاد ما درتي فيها والو ما تعلمتي فيها والو، ربع سنين داز نفس الروتين كيشعل نفس الروشين كيشعل نفس الروشين كيشعل كنفيق مع الصباع عندي رضلان عندي هادي هادي ناس داك الشيء كيشعل. لكن انت صاد كتبغي شي حاجه ماشي غير الوان في اي مجال كتبغي شي حاجه بدا اليوم غير بدا في اي مجال، راه العام تيدوز تيدوز. انا ضد الدراري بزاف راه كتلقى مثلا بارك في دارهم 5 سنين 6 سنين واش يقول لك مالك راكش باغي نبدا في 2013، ولكن قالوا لي القضيه مزيره وما بدا صح، سواء ريسكي سواء ايكوم سواء اربيتراج سواء اي مجال، في ليغال في ايليغال في الواقع في الريال ولا في اي واقع، اي حاجه بدا مهم هو تبدا. فاش كتبدا ما كتسناش انك تنجح، حيت في هذا العام هذا اللي دوز فيه الفشل في الفشل، فاش كنقول الفشل هذه الكلمه ديال الفشل بدا مخداها بواحد الطريقه ديال كتخلع يعني مشات لبالك انسان فاشل، الفشل ما عندوش علاقه بالانسان فاشل، انك فاش كتفشل في واحد القضيه هي انك مثلا بديتي فيها ما حققتيش فيها شي حاجه اللي هي مزيانه، هذيك كتعتبر فشل. انك مثلا فهمتي واخا هذاك الفشل بالنسبه للفشل هي خصك تحيد، كتقول مثلا كنت كنتعلم وكنخطا وكنتعلم وكنخطا وكنعاود وتندير 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 وكنتعلم هذه، وكل مره
كنت في راسي اول مره بغيت نبدا هذه القضيه اللي انا تفكرتها تقريبا في الاخر 2017 بغيت نبدا في لي جو فيديو. اول حاجه فكرت فيها مشيت خديت كود سورس, مشيت كود سورس مشيت شريته, شريته تقريبا بشي 800 دولار تقريبا بايليس تنكملوا فرق النيشات ديس خديت سورس ب 800 دولار. اول حاجه بديت في لي جو فيديو يعني الصراحه غير بديت يعني بحال الانسان تكون في داك الايغو ديال انا راه دوزت في الريسكين وعرفت فيه وكنعرف لي جو فيديو صافي غنجي غنشري كود سورس غندير ليه الريسكين غندير ليه ماركوشين ديالو غنطلقو غندير نجيب الفلوس. خديت اول كود سورس 800 دولار عرفتي كي كندخل للاسيت ستور كنشري مثلا شي باك ب 700 دولار ديال 300 دولار كنشتت ما عارفش داكشي واش يتادابط مع الموبيل واش داكشي يخدم ليا واش داكشي غيخدم واش داكشي كنشري وكنحطو زعما دوزنا في داك الجيم تقريبا شي 5 شهور ولا 6 شهور حنا خدامين فيها وكنقادو من هنايا ونشوف الدرد اللي خدم ليا هادي واللي خدم ليا هادي هي وكنجمع في لي كيورد باش نقاد شي 6 شهور تقريبا بحال هكا نهار لحتها او شي 3 دولار 4 دولار انا خاسر على شي 5 هكا ولا 6 هكا ماشي كيفاش كنقلب هذاك فجيت كنشوف لقيت ان في نفس النيش اللي كنلعب فيه انا في شركات كبار ما قدرتش نتنافس معاهم بكاليتي طالعه وما حاطينش هما الادز ودايرين غير دايرين غير ان اب بيشاس او شد الخطا الفادح زعما نحفظ الخطا هذا ماشي مشكل حيد هادشي نقلب على لي جيم اخرين جداد كنقلب مشيت للهيبر اجول جيم لي جيمز زعما سامبل ساهلين وكنشدهم كنشريهم كندير لهم مثلا الريسكين كنطلقهم كنلعب على شي كيورد ديال فوتو شويه مثلا كتطلع كتبقى تجيب شويه ما كتبقاش تجيب اه شوف هذا الفوتو كتجيب لي ما كتجيبش ليا ما فهمتش فهمت هما كيفاش كيطلعوا الجيم ديالهم شنو هما داكشي اه زعما الريسكين قالش داكشي دوز فيه زعما سبام جيت نشوف لقيت ان داك الربع سنين ولا خمس سنين كانت كتدوز فيها سبام. دابا حاليا دو معايا مثلا في الريسكون في سبام ما كاينش اللي يغلبني فيه دوز فيه مرحله طويله وكنفهم فيه مزيان واي كيورد ندوزو وكيفاش ما يتسدوش لي الاكونت وكيفاش جيت لقيت راسي بيجينر ديال بصح ما فهمتش شي حاجه في داكشي ماشي كنقول فيه وانا مش عادي ومتصالح مع هذا الشيء وعادي ما كان ما عمرش واحد شي انسان اللي تيفهم في كل شيء كذاب انسان اللي ماشي فشلش كذاب انسان تيقول لك انا دابا حاليا مثلا اي شخص كيف ما كان ناجح في المجال ديالو يتحول لمجال اخر قال لك من نهار مشيت ليه من ما درتش حتى انا شديد هادي كذاب كتكون في مجال فيه شديد شنو هي شديد هي انك جمعت شي واحد المعلومات كبار وانك جمعت واحد الخبره كبيره وانك تيستيتي وخسرتي في واحد المجال فاش كتيستي بزاف فيه كتاخذ معلومات بزاف ديك المعلومات كتولي هي انك شديت فيه انك دوز واحد المرحله فيه بزاف وافونسيتي فيه ناقض واحد المجال اخر كتكون فيه يلا بديتي يعني ماشي عيب انك ما تقلبش على ديما انك تكون بيرفكت في مجال جديد اللي يلا غتبدا فيه انا الخطا اللي درت فيه حيت بين الريسكين وبين لي جو فيديو في فروم سكراش فرق كبير هذا مجال وهذا مجال ماشي نفس المجال ما عمرش واحد ما يسمع الريسكين لي جو فيديو راه بحال بحال شي خدمه ما عندك حتى شي علاقه عاد كيجيني بحال كتقول ريسكين والايكو هذا في الشرق هذا في الغرب بحال ما كتعاودش ريسكين لي جو فيديو هذا في الشرق هذا في الغرب دخلت كنتعلم بشويه 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 كيفاش كيطلعوا وصلت لدابا وباقي كنتعلم وباقي غنتعلم اي واحد كيجي يقول لي ياسر هاد القضيه في غلط نقول ليه شكرا بزاف كيفاش درتي لها اه شكرا الله يعزك صافي هاد القضيه اللي تحاول تاخذ هي انك تحاول تسمع اكثر من انك تهضر اي شخص كيف ما كان نسمع اش كيقول الصاغ نسمع اي شخص كيف ما يكون في اي مجال نحاول نسمع وما نبقاش انني نكون مغرور ولا صافي هادشي خربق علاش نحاول اي شخص عرفتي دابا حاليا انا اي شخص كيدوي معايا مثلا شي واحد مثلا يخدم معايا مثلا فريلانس ولا مثلا شي واحد خدام معايا في البيرو كيف ما كان تيقول لي ياسر هاد القضيه تنقول لي تسنى انا جا حداك نقول لك كيفاش البلان هادي اه وشنو هادي اه وشنو هادي راه هذه هي الواعره هذه هي اوعر حاجه هي هاد اللقطه هادي علاش حيت نورمالمون المعلومه ما كتاخذش فابور المعلومه كتتباع مادام شي شخص غادي ينصحك ولا يعطيك معلومه فابور اسمع وقول لي الله يرحم الوالدين كيف ما كان خوك صاحبك اي حاجه مع 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 اخذ بعين الاعتبار شكون داك الشخص ما يكونش شي واحد تيخربق عليك وانت كتسمع شي حد في شي مجال تنقول له شي حد اكسبير في شي مجال وشي هذا دار معاك نسمع ليه شنو كيقول ما خاسر حتى شي حاجه نحط في فودني واحد الفلتر وكنسمع هي هادشي هادشي اللي ينفعني بزاف وهادي لقيت مو لقيت حاجه فيا زوينه هي اكتشفتها في راسي هي هادي اول مره بديت اغلب الناس اللي كنت كنتعلم منهم
كانوا ديجا هما كيتعلموا مني في الريسكي وديجا هما متبعيني في الريسكي وديجا هما كيعرفوني في الريسكي. يعني النهار جيت كنهضر معاهم كنلقى مثلا شي واحد مثلا خدام مثلا 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 نقول مثلا بروغرامر ونقول له مثلا ارتيست دودي ولا الطروادي ولا مثلا شي واحد كيدير كنجي كنت راسي بحال لا شي واحد كنبقى نسول نسول نسمع هي اجي يقول لي هادي اها وهادي هي شكرا بزاف اسمح لي برزت قولي شنو هادي شنو هادي كنبقى نسول نسول حيت كل ما كنسول بزاف وانا كنتعلم بزاف وانا كناخذ معلومات بزاف وانا كنتعلم بزاف. هذا الشيء اللي تحاول تعلم منه. ها هنا درنا هذه القضيه ديال عام ها هو داز عام تعلمت فيه ولقيت راسي دابا حاليا الدراري اللي كانوا حاضرين في الماستر مايند اللي فاتوا غايشوفوا بلي ياسر كانوا عندهم معلومات جداد بلي كانوا عندوش لعيبات جداد لعيبات اللي ما عمرنا تسمعوا وكانوا اغلب الدراري اللي كيخرجوا من الماستر مايند يقول لي ياسر ما عمرنا سمعناها في المغرب وما عمرنا درنا. هذا الشيء اشنو اللي جاب هو انا اللي دخلت كنتعلم شي حاجه اللي هي جديده كندخل وكنتعلم وكنقلب واش ندير. اغلب الناس اللي كانوا في ريسكين نبقاو في ريسكين كيفاش تحل بزاف ديال لي كونط كيفاش ندير. الناس اللي لابادين الله يحسن عوانكم ما كاينش شي حل اخر ما نقولش لك انا بدا في الجو فيديو ولا داكشي بدا في ريسكين ريسكين انا باقي في ميدار وباقي ريسكين خدام وقاد شي كلشي خدام حيت هاد النقطه هادي. نرجع لواحد القضيه اخرى اللي هي عاوتاني مهمه بزاف. الناس اللي كيمشيو مثلا شي مجال مثلا كيدخل مثلا شي مجال في مثلا واحد كيبقى في مثلا 3 ايام 4 ايام 6 سيمانات يقول لك ما عطاناش و تيخرج منه. خطا اكبر خطا. دخلت شي لواحد المجال نبقى فيه نبقى فيه واحد المده مثلا على الاقل على الاقل شهرين وانا كنحاول نجمع فيه اكبر معلومات نحاول ندير. قضيه اخرى حاولوا تهربوا من صحاب الدورات المدفوعه اللي ما تيكونش لك اختصاص ديالو. شوف هاد شكون يلاه بعدي كيسمع هذاك راه كيدير لنا فورماسيون وسيرتو صحاب الايكون عليكم الدق بزاف هاد اليومات ردوا بالكم تاخذوا بهم الدوره الا تيستيشن كاملين بحال اللي خديتي 1000 دوره ودورات كنا شي كامل عارف.